السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العدد الجديد اللي راح نتحدث بحول الله حول إمكانية إنشاء أو فرع، إمكانية إنشاء فرع لمؤسسة هنا على الأراضي الفرنسية، وتكون المؤسسة والشركة الأم في الأراضي الأصلية كما قلت، سواء كانت الجزائر، تونس أو المغرب إلى غير ذلك. طرح هذا السؤال، هل هنالك إمكانية إنشاء فرع لمؤسسة؟ نعم، وهي أسهل وأبسط طريقة لإنشاء فرع. يعني الفرق بين إنشاء فرع وشركة هو أنه إنشاء شركة هناك العديد من الشروط، مثل رأس المال هنا على الأراضي الفرنسية، مثل تشهير هذه المؤسسة، مثل أن كونت بنكير، حساب بنكي للشركة على الأراضي الفرنسية، وإلى غير ذلك من الأمور. ولكن إنشاء فرع على الأراضي الفرنسية هو أسهل شيء هنا، يعني هي أمر سهل جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن إنشاء فرع على الأراضي الفرنسية يتطلب إلى بعض الوثائق، من بينها بكل بساطة لو ستاتي تاع الشركة تاعك في الجزائر ولا تونس المغرب، يعني ستاتي شركة الأم عندها أن ستاتي، وفي غالبية الأحيان في الستاتي في بلداننا يتم صياغتهم باللغة العربية. دونك جيب لو ستاتي تاعك اون عرب ترادوي اون فرونسي، ترادويه اون فرونسي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لا كارت فيسكال، باسكو كل تاجر وكل صاحب شركة على الأراضي الأصلية سواء الجزائر ولا فرنسا ولا على ما أظن هذا قانون عالمي، الشركات لازم يكون عندك كارت فيسكال، دونك لازم اون كوبي دو لا كارت فيسكال. لاتيستاسيون ديكزيستونس أو شهادة المهنة، في بلداننا مثلا في الجزائر كاين اون اتيستاسيون ديكزيستونس، نهار تروح تنشئ شركه تروح الى مصالح الضرائب وتسجلها ويديروا لك لا ديكلاراسيون ديكزيستونس بلي هذه الشركه اليكزيست. هذو هما النقاط، مع بطاقه تعريف، مع اتيستاسيون دوميسيلياسيون وين حبيت دير لا دوميسيلياسيون، مع بطاقه او جواز سفر، وتنشئ فرع لشركتك بدون اي اشكال. يعني اسهل شركة على الأراضي الفرنسية هو فتح فرع لشركة متواجدة في البلد الأصلي. والفرع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يا إما بيرو دو ليزون يا إما إن سيكورسال. واش الفرق بين البيرو دو ليزون إلى سيكورسال؟ البيرو دو ليزون هو أنك تنشأ مكتب هنا على الأراضي الفرنسية يمثل شركتك، ولكن لا يحق لك القيام بماذا؟ بالنشاطات التجارية. ما عندكش لو دروا دو فير ديزاكتيفيتي كوميرسيال. هذا هو الفرق بين شركة بين بيرو دو ليزون. يعني مثلا انت مقاول في الجزائر او المغرب او تونس، وعندك زبائن تبعك من المغتربين والمقيمين هنا على الاراضي الفرنسيه، للتواصل معهم ولتقديم خدماتك ولتقديم العروض. يعني عندك عروض في البلد تاعك، كاين بروموتور عنده دي زابارتمون ولا تجاره معينه عندها عروض، حبيت تعرض للزبائن تاعك اللي راهم هنا في فرنسا المنتوجات اللي راك تقدمهم، ودير لا بوبليسيتي للشركه تاعك اللي هي الام اللي في البلاد. مي ما عندكش لو دروا تبيع ولا دير دي فاكتوراسيون، لان الزبون من عندك ياخذ المعلومات والتنسيق، تنسق بين الزبون وشركة الأم. أما الإجراءات القانونية والتجارية فتتم في البلد الأصلي. أما لاسيكورسال هو عبارة عن فرع تجاري من حقه يقوم بجميع الخدمات أو جميع النشاطات التجارية، ويقدر يبيع المنتوجات لشركة الأم. مثلا شركة الأم في الجزائر تمتلك مصنع للأدوية ولا العطور ولا للزيوت ولا للدهون ولا أي شيء من هذا القبيل، وعندك سيكورسال على الأراضي الفرنسية، فلا سيكورسال تجيب البرودوي من البلاد وتبيعه، من حقها تبيعه هنا في فرنسا، من حقها تسني دي كونفونسيون، من حقها دير دي فاكتوراسيون. في المقابل فهي مطالبة أيضا بالقيام بالإجراءات القانونية تجاه الضرائب بفرنسا، باه تخلص الضرائب على الأراضي الفرنسية نسبة لما تقدمه من منتوجات. يعني صديق واش تبيع، هل خدمات إدارية، خدمات عقارية، أو أنها منتوجات كونسوماسيون، يعني مأكولات أو إلى كالتمور إلى غير ذلك من الأمور. إذا هذا هو الفرق بين البيرو دو ليزون ولا سيكورسال. لا سيكورسال من حقها تقوم بالنشاطات التجارية، لو بيرو دو ليزون يقوم بالتمثيل فقط.
هذا فيما يخص إنشاء فرع على الأراضي الفرنسية. طبعا لازم تاخذوا بعين الاعتبار لي زاكتيفيتي اللي راهم يعني لازم نكون صريح. بار اكزومبل اون اجونس دو فواياج سي اون اكتيفيتي ريغلومونتي ميم هنا في فرنسا، لازم لك اون اوتوريزاسيون. كيما ان اركيتيكت يقدر يحل هنا في فرنسا، مي لازم له ثاني اون اوتوريزاسيون، ان اغريمون هنا في فرنسا باه يكون عنده الدروا يدير لا سيكيرسال، لا سيكيرسال. ولكن اذا كان بيرو ليزون لا داعي لاي تصريح، لانه مكتب لا يقوم باي اعمال تجاريه الى غير ذلك. بقات طريقه تسويه الوثائق بالنسبه لمكتب او لفرع سيكيرسال والله. كاين عده طرق، كاين طريقتين. معناها اذا كان انت هو صاحب الشركه، فصاحب الشركه وعنده فرع في فرنسا، مهما كانت صيغته بيرو ليزون ولا سيكيرسال، الفيزا تاعو فيزا دافير، يطلب تاشيره اعمال، وتاشيره اعمال تمنح له لمده سنه، لانه من حقه في اي وقت يجي لفرنسا ويطلع على مجريات مكتبه، ولا يطلع على مجريات سكون ابل المكاتب تاعو ولا لا سيكيرسال تاعو، ويشوف لي بيلون، يشوف دراهم. من حقه يجي يراقب الشركه التي او الفرع الذي يمتلكه على الاراضي الفرنسيه، ويحق يكون عنده فيزا اون كاليتي دوم دافير، ولكن ليس بطاقه اقامه. لازم تفهموا على الشيء هذا. اما اذا كان اراد بطاقه اقامه، لازم يكون هو المسير لهذا الفرع. واحسن طريقه انا واش ننصحكم واش نعطيكم كطريقه، اذا كان دار سيكورسال يدير لا سيكورسال، يدير لها ان بيلون بوزيتيف، كي يخرج له البيلون بوزيتيف يروح للبلد الاصلي وين راه ساكن، ويطلب تاشيره مدى طويل كما يقول لونغ سيجور كتاجر، ويديروا له كارت ريزيدونس مثله مثل كل صاحب يمتلك شركه، شرى شركه ولا انشا مؤسسه ولا انشا شركه، نفس الشيء. اما الثغره اللي نقترحها انا وهي الاحسن، هو انه يقوم بانشاء شركه في البلد الاصل باسم الزوجه تاعه، واذا كانت الزوجه اللي حبت تجي وتنشا شركه باسم الزوج، هي احسن زوجه او الزوجه والاخ او الاب الى غير ذلك، احد افراد العائله، تكون شركه في الام في الوطن، ويجيو يديروا لها فرع هنا. كي يديروا لها فرع هنا، بون حنا انا نحدو انت والزوجه تاعك تفهموا على هذه الثغره. قال انت حبيت دير كواطك هنا، تنشا مؤسسه ولا شركه الام على الاراضي الجزائريه مثلا باسم زوجتك، الزوجه تاعك تعطيك تصريح، وبهذاك التصريح بروكيراسيون كما يقولوا، وتجي لفرنسا تنشا لها سواء بيرو ليزون ولا بيرو سيكورسال. كي تكون في البلاد واش دير انت؟ دير لافيلياسيون، الزوجه تاعك تحطك باللي انت راك مدير في الشركه تاعها، انت كشخص راك مدير في الشركه تاعها ولا راك اطار في الشركه تاعها. طبعا هي تستعمل ثغره العمل، يعني تدير كواتك عن طريق العمل. كيف ذلك؟ هي كشركه من حقها تقوم ميتاسيون، تقوم بارسال عمال تاعها، لانها عندها شركه الام في الجزائر ولا المغرب ولا تونس، وعندها فرع بفرنسا، حبت ترسل المدير الى هذا الفرع، ومن حقها ترسل من تشاء، ولا يحق للسلطات الفرنسية الاعتراض على هذا. واش دير لك؟ هي طبعا لازم تطلب لوتوريزاسيون لا ديريكت، تطلب لوتوريزاسيون لا ديريكت، تقول لهم انا عندي عامل اطار حبيت ندير له لا ميتاسيون الى المكتب اللي عندي على الاراضي الفرنسية. والفرق في لا ديريكت، اذا كان تحبيت تريكريتي ريكريتمون دان سالاري اترونجي، هنا كاين شروط معقدة، ولكن لا ميتاسيون ما فيهاش شروط، هذه مؤسسة وهذا خدام تاعك، ها حبيت دير له لاميتاسيون تميتيه لفرنسا، من حقك بدون أي شروط مقيدة، ولكن لازم عليك تقوم بإجراء قانوني، هو أنك تطلب تصريح باه تقدر تميتيه. والتصريح لازم تجيب لا ديريكت، تقدم ملف على شركة أساس أنك شركة الأم المتواجدة على الأراضي الأصلية، وتطلب لا ديريكت طلب تحويل عامل أو إطار من دولة الأصل إلى فرنسا، وذلك ليقوم بالإشراف وتسيير الفرع المتواجد على الأراضي الفرنسية، ويعطيو لها تصريح، وأنت كشخص تقدم إلى القنصلية وتطلب تأشيرة عامل، لأنك تم تحويلك من شركة إلى فرع آخر متواجد على الأراضي الفرنسية، ويعطيوك فيزا أوتونك عامل، ويعطيوها لك يعطيوها لك لونغ سيجور، تلحق لفرنسا تروح لابريفكتور دير اون كارت دو ريزيدونس تاع 10 سنوات. كي تخرج لك لا كارت دو ريزيدونس تاع 10 سنوات، تبقى انت خدام في هذه الفرع
لمده سنه، لانك الطونك راك خدام في الفرع، تما راك راح تخلص لي دروا تاعك وراك تدي ان سالير، باسكو كي مؤسسه الام كي دير لك التحويل لازم تضمن لك راتب شهري. الراتب الشهري يكون اكثر من 1200 اورو، زعما يفوت لو سميك سالير دو باز لمده سنه. انت لمده سنه يكون عندك 12 فيج دو باي، 12 فيج دو باي دير ريغروبمون فاميليال، شكون الزوجه تاعك اللي سجل باسمها، هما ما يخلطوش الامور. انت كي دير ريغروبمون تاع فاميليال ديرها على اساس ان زوجتك عايشه في الجزائر، هما ماهمش راح يحوسوا يقول لك لا لا انت راك ميتي والشركه اللي راهي في الجزائر راهي تاع مرتك وانت اللي درت الحيله، لا هذا الشيء هذا ما يدخلوش هما في الامور، لان كل مصلحه عندها عمل. مديريه التجاره منحت لك تصريح باش تكون عندك فرع هنا وحده، ومديريه التجاره في الجزائر ولا المغرب عطات لك الشركه وحدها، والقنصليه تتعامل مع المرأة على أساس أنها شخص فرد من الوطن وعندها زوجها يعمل في فرنسا، والزوج في فرنسا راه يعمل في مؤسسة فرع ما عنده حتى دخل. يعني احنا برك نقول لك يقولوا لك باللي كيفها ايه هكذا هكذا العملية مالغري مركبة، ولكن هي عبارة عن حيلة، والحيلة باينة ولكن مركبة بطريقة قانونية، والقانون إلى جهتك، يعني تجيش تي في هم همش راحين يدخلوا في لي ديتاي هادو الشركة تاع شكون، لأن عندما نتعامل كشركة هي بيرسون مورال، ما يتعاملوش كشخص، هذه ماشي بيرسون فيزيك اللي عندها الزوجة تاعك ولا الزوج تاعك في الجزائر ولا تونس المغرب، عنده شركة، دونك الشركة عندها فرع، ما يهمهمش شكون صاحب الشركة، قد ما يهمهم لو بيلون وإمكانية دفع حقوق العمال وإمكانية دفع حقوق أيضا ماذا حقوق لي زامبو، هذا هو اللي يهمهم، ما يدخلوش هما في لي فيتيليتي هذو. دونك جيسبر أنكم فهمتوا هذه القضية، ولكن بيكون عندكم نطاق أوسع تقدروا كما قلت في عدة فيديوهات أنكم تقدروا من المستحسن أن ننصحكم ديروا تكوين في كيفية إنشاء شركة أو كيفية إنشاء فرع أو كيفية شراء فرع أو شراء مؤسسة أو شركة على الأراضي الفرنسية بالتدقيق والتفصيل، وكيفية الحصول على بطاقة إقامة. وراني اقترحت عدة مرات في عدة فيديوهات تكوين عن بعد، عبارة عن مجموعة من الفيديوهات فيها دروس تفصيلية ومعلومات، كما اللي شارك في هذه الدورات لو بري سامبوليك، يعني درنا بري ماشي قال غالي، درنا 150 اورو وفي الجزائر المغرب تونس مقابل تسمى ليكيفالون 150 اورو، وعبارة عن مبلغ رسمي، وتتحصل على شهادتين، شهادة من طرف المحكمة الدولية للاستثمار والتحكيم الدولي، وشهادة من طرف مؤسستي أنا شخصيا. بعد ما تكمل التكوين تاعك نتصل بيك عبر الفايبر، عبر الايميل أو بليتو عبر الفايبر، عبر الواتساب أو عبر ميسنجر، ونتحدث معك ندير لقاء معك باش نزيد نوضح لك بعض النقاط، ولا ربما يكونوا نقاط غير واضحين من خلال التكوين، واللي فيها خير يديرها ربي، واللي راه مهتم لا إشكال يتواصل مع هذه الأرقام الموضوعة أسفل هذه الشاشة أو أسفل هذا الفيديو. طبعا نقول لكم خوتي نتمنى أني وصلت لكم معلومة، نتمنى أني قدمت لكم جديد في هذا المجال، نقول لكم خوتي تحية طيبة وإلى لقاء جديد إن شاء الله.